ولذلك الست التي لم توفق للحجاب احنا ما بنكفرهاش، دي مسلمة، وتجدها هي ذاتها بتلبسه أثناء الصلاة، يبقى دي فاهمة نص دينها، لأنها بتلبس داخل الصلاة وخارج الصلاة بتكشف. فالست مسلمة وكل حاجة بس بترتكب معصية. واحدة بتقول لي أنا بيجي لي التهابات، واحدة بتقول لي أنا مش قادرة، واحدة بتقول لي أنا ما تعودتش، واحدة بتقول لي ده أنا في بلد لو لبسته هيطردوني من الشغل، واحدة بتقول لي ماشي بينك وبين ربك والحجاب فرض، يبقى أنا ما سيبش الفرض إلا لعذر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، دي اسمه عذر الاضطرار، زي ما قلنا للستات في البوسنة وهن يقتلن على الحجاب، كانت الست اللي تمشي كده محجبة يقتلوها، قلنا لها اخلع الحجاب حفاظا على حياتك للضرورة. دي قضية تانية. لكن هتسألني هو الحجاب عبادة؟ نعم عبادة. أنهي نوع من أنواع العبادة؟ واجب فرض. يعني واجب وفرض، أيوة واجب وفرض، يعني يعاقب تاركه زي الصلاة، يعاقب تاركه مثل الصلاة. هل خلع الحجاب زي ترك الصلاة؟ الإجابة لا، لا ما هوش زي ترك الصلاة في الإثم، لأن الصلاة دي ركن من أركان الدين. صحيح. لكن صحيح. الحجاب ده أمر من أوامر الدين، في فرق كبير جدا بين ركن الدين وأمر الدين. هتاخد عليه عقاب؟ أيوة هتاخد عليه عقاب. طيب بس عقابه أخف شوية من العقاب بتاع ترك الصيام وترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج لمن استطاع إليه سبيل، أقل لكن في عقاب.